أعزائي المتابعين، الدهون يتم إطلاقها من الخلايا الدهنية لتزويد الجسم بالطاقة، وكلما زادت كمية الطاقة التي يحتاجها الإنسان يزداد سحب الجسم للدهون من الخلايا الدهنية. وأما بالنسبة للاعتقاد الشائع والخاطئ بأن ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس الحارقة أو الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة هو الحل الأنسب لحرق الدهون أو الحل النهائي لخسارة الوزن، فهذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن الصحة، لأن كثرة التعرق الناتجة عن تلك الممارسات تعود إلى رغبة الجسم في ضبط درجة حرارته فقط. وهذه الممارسات إخواني أخواتي أضرارها أكبر من النفع، لأن الجسم يفقد نسبة كبيرة من المياه والأملاح التي تتطلب منك بعد ذلك شرب كميات كبيرة من الماء، وأيضا تناول الفواكه والخضروات الورقية لتعويض الجسم ما يفقده خلال التمرين كي لا يصاب بالجفاف. والحقيقة أنك يمكن أن تنقص وزنك دون تعرق، لأنه عندما يصل القلب لأعلى معدلات نبضه فأنت حينها تقوم بحرق دهون صافية، سواء كان معدل نبضات القلب يوصلك للتعرق أو لا. ولا ينكر أحد أن للعرق أو لخروج العرق من الجسم أثناء التدريب أو أثناء بذل المجهود فوائد كبيرة جدا، أهمها تخليص الجسم من السموم، تنشيط الدورة الدموية، فوائد للبشرة، فوائد للجسم بصفة عامة. ولكن فقط نبين أن بعض المفاهيم الشائعة خاطئة ولا أساس لها من الصحة، لأن الناس أصبح كل همها التعرق في التمرين لحرق الدهون، لأنهم يظنون أن كمية التعرق هي بالضبط كمية التخلص من الدهون أو أن الدهون تذوب بتلك الطريقة. والحقيقة أنه عندما يتم حرق الدهون في الجسم فهي تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج على شكل زفير أثناء عملية التنفس. إذن أعزائي المتابعين، فالمهم هو ممارسة الرياضة، والسعرات الحرارية تحرق والدهون تحرق سواء وصلت لمرحلة التعرق أو لم تصل. كان هذا أعزائي المتابعين فيما يخص هذه الحلقة وهذا الموضوع، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا أن تشتركوا بالقناة الضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا